أنا وألكساندر كنا أصدقاء على الإنستغرام سنين طويلة، وأول مرة أشوفها كانت هاي السنة. كنت دا أصور مسلسل ببيروت وخبرني وقال لي أنا جاي بيروت وعلي تصوير وهاي ورح نشاوف. فعلياً اشتاوفنا وحسيت كأنما شايفته من زمان، حسيته مثل أخويا. وكان فد حدث وجود أليكس باللوكيشن، الكل 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 اتخبل عليه لدرجة ضلينا نضحك على الموضوع فد يومين. وهاي هبة الله إله ودليل النجاح والقبول اللي حظى بي. أليكس أنا هواية 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 فخورة بيك. أعرف إش قد الحياة كانت قاسية وياك، وإش قد الظروف كانت صعبة، وإش قد أنت تحملت وتعبت. وأني متأكدة إنه طريقك كله نجاح، لأنك تستاهل ولأنك إنسان وفنان جد. مرحبا أصدقائي المشتاق لهم بقد الدنيا. طبعا أول شيء أتمنى لكم كل الخير وأتمنى لكم كل التوفيق بحياتكم الخاصة وبحياتكم الفنية، وإن شاء الله أشوفكم عن قريب. وأطلب من صديقي أليكس يقول ولو موي، يقولها 3 مرات، وإذا قالها 3 مرات إلا مني هدية. I love you bro. باي باي رحوم.